واذا كان في اختلاف نتفق احيانا ونختلف، قلنا له احسنت، واذا اساء قلنا له اسات، ولكن لا نريد ان يكون هناك صدام ابدا مع القوات المسلحة المصرية أو مع المجلس العسكري. نريد أن نتحد في مصر، نريد أن نكون دولة قانون ومتحدين. أريد من الدكتور محمد أن يكون رئيسا لكل المصريين اللي انتخبوه واللي مش انتخبوه. ماذا عن القضايا؟ القضايا اللي موجودة دلوقتي في المجتمع الكل عارفها ولا تخفى على الشعب المصري، وهي قضايا تريد حلولا سريعة. أريد منه في العشر أيام الأولانيين أن يلم الشمل المصري، يقعد مع جميع المؤسسات، جميع الطوائف، جميع الأحزاب، يلم الشمل المصري. بعد كده في الميت يوم يلم الخمس عناصر الأساسية، الحلول الأساسية، رغيف العيش، الحد الأدنى للأجور، البطالة، ولكن البطالة يعني مشروع عايز دراسة، ولكن البنزين، السولار، الحاجات اللي عايزة تعديل بس، ما هيش عايزة إيه؟ الأمن طبعا ده على رأس الموضوع. يعني كان في خلاف في الفترة أو الساعات القليلة السابقة حول إلى من سيؤدي الدكتور محمد مرسي القسم، أمام البرلمان أم أمام الدستورية العليا، كيف ترى ذلك؟ الدكتور محمد مرسي رئيس للجمهورية بالانتخاب، أول رئيس منتخب مدني في مصر. الدكتور محمد مرسي يؤدي اليمين قدام الشعب اللي انتخبه، ده رأيي الشخصي. هو يؤدي اليمين قدام فإذا كان مجلس الشعب ما تحلش يؤدي اليمين قدام مجلس الشعب، إذا كان مجلس الشعب تحل يؤدي في الميدان.